السلام عليكم، معكم فاطمة أنوار انفيرميير اي ناتوروباث. دونك الهدف ديال المركز ديالنا لو سنتر أنوار هو نهتموا بأي شخص جا عندنا من ناحية صحية ومن ناحية جمالية. من ناحية الصحية، أول حاجة كنديرو هي واحد التشخيص كنديروه من الأذن ديالنا. هاد التشخيص كيتسمى لوغيكولوثيرابي، باعتبار الأذن كتشمل لنا جميع النقاط المتصلة بأعضاء الجسم. هاد التشخيص كيمكن لنا أننا نعرفو جميع المشاكل اللي كيعاني منها الجسم ديالنا، وأيضا كيخول لنا أننا نحطو علاج مناسب لكل حالة. هاد العلاج ممكن يكون حجامة بجميع الأنواع ديالها، يعني إما حجامة دموية أو حجامة جافة أو حجامة رطبة، يمكن ليه يكون وخز بالإبر ومجموعة من التقنيات الأخرى اللي كنعتمدوها في المركز. لي تكنيك اللي كنقدروا نستعملوا في لو سونتر ديالنا: الحجامه الجافه، الحجامه الدمويه، الحجامه الرطبه، الوخز بالابر، الفوطه الناريه، ومجموعه من التقنيات اخرى. غير هو هاد لي تكنيك ممكن نديروهم للشخص اللي يعني كيعاني من مرض ما، او من شخص يعني اللي كيبغي فقط انه يدير مثلا حجامه وقائيه، او اللي كيبغي يتهلا في الذات ديالو مره. بالنسبه للماتيريال اللي كنستعملوا في الحجامه، فهو كله يعني كيتستعمل مره واحده، كيكون جوطابل، يعني ما يمكنش نستعملوه من جوج المرات او ثلاثه. وبالنسبه مثلا التقنيات الاخرى، فعندنا عندنا الات بحال الراديو فريكونس، ليبوكافيتاسيون، عندنا البلازما بان، هادو في كل ما يخص الجمال. لو سونتر ديالنا اول حاجه ماشي اي واحد كيجي كنديروا ليه الحجامه او لا كنديروا ليه اي ثيرابي، الا وكنديروا ليه واحد التشخيص اللي هضرت عليه من قبل اللي هو لوغيكولو. يعني كاينين بعض الناس اللي ما تصلحش ليهم مثلا الحجامه الدمويه، كنقدروا نعوضوها بحوايج اخرين كالحجامه الجافه. وايضا كيمكن لينا اننا نعرفوا مركز ديال الالام باش كتعطينا الحجامه اكثر فعاليه. دونك بالنسبه للتخفيضات اللي دايرين، هو ان اي واحد غيجي من طرف ميديا بريس غيكون عنده ناقص 50% اي حاجه ديال الاستيتيك، وغيكون عنده تشخيص فابور. جيت لو سونتر انوار وكانوا عندي بعض المشاكل الصحيه اللي كنت كنقول ان الحجامه هي العلاج البديل الوحيد اللي غيقدر ينفعني. اول حاجه، اول حصه كنت درتها في سونتر انوار سيتي ان بيلون اللي تعرفوا به عدة مشاكل عندي في الجسم، ومنهم الدورة الدموية اللي لقيناها فيها ان بروبليم ثقيلة. مشيت درت ديزاناليز افيكتيفمون لقيتها ثقيلة، وكانوا لي بلاكيت عندي طالعين. فسنادا على دوك لي زاناليز رجعت للسونتر انوار ودرنا حصص يعني علاجية اللي كتسيب لي المشكل اللي كان عندي هو المهم اللي ديال الدوره الدمويه. بديت كنلاحظ راسي خفافيت، ما بقاتش فيا ديك النهجه، حتى الجريان ديال الدم ديالي مع بارابور ا مون كور، بارابور ا ما بارابور ليطا اللي كنت فيها انيسيال، سان ريان افوار. وحتى التحاليل بينوا على ان لي بلاكيت كاينين في انخفاض. استمرينا على العلاج، وكانوا كل حصه ديال الحجامه ما كتشبه حصه، حيت كل حصه كانت كتعالج ليا منطقة في الجسم أو عضو في الجسم. دزنا الجهاز الهضمي، كانوا عندي فيه مشاكل، عندي كنعاني من القولون العصبي، حتى هو حسيت بواحد الراحة. وكل مرة كنتدرج في العلاج البديل على حسب الحالة ديالي مع السونتر أنوار. كلمات بغيت تقولي لهم؟ كنشكرهم لأنهم ساعدوني على التحسن داخليا وخارجيا.